Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء. أعزائي طلابي في كل مكان, أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء, مادة اللغة الإنجليزية الصف السادس الابتدائي. The last episode, الحلقات اللي فاتت احنا خدنا يونت 1 بعنوان places we go, واتكلمنا عن ال Egyptian Museum, واتكلمنا برضو على يونت 2 in the restaurant يعني في المطعم, وخدنا how to make an order والفرق the difference between how many and how much. Today we are going to have يونت 3 بعنوان daily activities. يعني ايه daily activities؟ يعني الانشطه اليوميه, يعني الانشطه اللي انت بتعملها على مدار اليوم. ودايما الانشطه اليوميه انا بتكلم عنها في زمن البريزنت سامبل عشان انت بتعمله طول اليوم او متعود ان انت بتعمل الحاجه ديت يوميا في عاده متقطعه او متكرره. يعني ايه daily activities؟ زي فور اكزامبل انت ويك اب بتصحى الساعه كام, وبتعمل مثلا بعد ما تصحى بتعمل الاكتيفيتيز اللي بقى after waking up, بعد الاستيقاظ. وطبعا بتروح جات سكول, بتروح المدرسه, وطبعا هاف يور ليسنز اللي هي بتاخد الدروس بتاعتك, وجو تو كام باك تو كام باك كام باك هوم, بترجع للبيت ودو يور هوم ورك وسليب ايرلي. دلوقتي احنا عندنا زي ما احنا متعودين اللي هو دايما الكونفرسيشن تايم, بنبتدي اللي هي زي ما موجود في كتاب الوزاره اول حاجه بادئ بيها اللي هو وقت المحادثه اللي هي الكونفرسيشن تايم, اللي بيكون معتمد عليها كل الاسئله اللي موجوده في الاكزام اللي هي ليسن اند سيركل وليسن اند كومبليت, وفي طبعا الاندرلاين ولوك اند رايت والري ارينج وبنكتويشن. ليتس ستارت. اول حاجه عندي اللي هي الكونفرسيشن تايم بتوين ا بيكر اند someone. يعني ايه بيكر؟ زي ما انتم شايفين اللي هو الشخص اللي هو لابس ويرز وايت, اللي هو لابس باللون الوايت ده البيكر. بيكر يعني خباز. فاقول له جود مورنينج, كان اي هيلب يو؟ كان اي هيلب يو؟ ممكن اساعدك؟ قال له يس بليز. وات كايندز اوف باي دو يو هاف توداي؟ وات كايندز اوف باي do you have today؟ يعني what kinds, يعني what kinds, kinds ما انواع, ما انواع البايس. بايس احنا عارفين البايس اللي هي الفطائر. do you have today؟ يبقى اول question عندي سؤال مهم جدا عشان بيجي لي في rearrange والunderline, what kinds of pie do you have today؟ فرد وقال له we have lemon, peach and apple. we have lemon, peach and apple. يعني احنا لدينا lemon اللي هو كل ده عائد طبعا اللي هي النكهات بتاعت الايه الفليفرز او النكهات بتاعت الباي. كلمه ليمون وبيتش, الليمون اللي هو ليمون وبيتش اللي هو خوخ, وكلمه ابل. وفي فرق بين بيتش وبيتش. بيتش بالبي فور بوك اللي هي يعني الشاطئ, وبيتش اللي هي الخوخ. after that do you have any cherry pies؟ do you have any cherry pies؟ يعني هل لديكم, do you have, هو استخدم هنا ال present simple yes or no question, يعني السؤال ب yes or no. فبدأ ب do, بدأ ب do عشان هو بيسأله هو, ف do you, والفعل طبعا لازم يجي بعديها اللي هو بس ببتدي ب do او does على حسب الشخص اللي انت بتكلمه, وبعديها ال infinitive. فقال له do you have any cherry pies؟ يعني ايه, هل انت عندك اي, لديكم اي فطائر من فطائر ال craze؟ قال له sorry we are out of cherry. we are out of يعني we are out of يعني احنا نفذ لدينا او خلص من عندنا, يعني finished او خلصوا بيعه. we are out of, كلمة are out of او كلمة الverb to be مع كلمة out of يعني نفذ. okay we are out of cherry but the apple pies are very nice. هو بيديله السجيشن بتاعه, الاقتراح بتاعه, فبيقول له اللي هو بيديله الاغلبيه يعني اللي الابل باي اللي هو موجوده عنده are very nice. are very nice يعني لطيفه, او ممكن نقول are very delicious. okay after that بيساله بقى دلوقتي عن على البرايس. البرايس يعني السعر او الاكسبنسز, هو يدفع ايه. فقال له how much are they؟ في سؤال عندي اللي هو how much, احنا ask about ايه, بنسال عن الايه البرايس, يعني البرايس السعر. فابتدي ب how much وبعديها is او are على حسب. لو انا بسال عن حاجه only one, واحده, فبقول بعدها is وبعديها it. is it يبقى how much is it. لو بسال عن حاجه plural يعني جمع, زي مثلا الشوز, التراوزرز, الترينرز, السوكس, اي حاجه جمع او pairs بسال عنها ب r طبعا. how much لما تيجي تسال عن الايه, احنا خدناها قبل كده اللي هي الحلقات اللي فاتت, هي بتسال عن الايه اللي هي uncountable noun يعني الحاجه الغير معدوده. فكنا بنقول how many juice و how many chicken soup is it, وخدنا ازاي نعمل السؤال. دلوقتي لها يصد تاني, استخدام تاني اللي هي بتاسك اباوت ذا برايس. يعني ايه
تسأل عن السعر او الباونس ويتش دي ذات يو باي، الفلوس اللي انت هتدفعها. فدلوقتي بقول له هاو ماتش، هاو ماتش. لو انا هسأل عن حاجة واحدة طبعا بقول هاو ماتش ايز، وطبعا انا بسأل عن حاجة غير عاقل، عمري ما هروح اشتري هيومن بينجز، اللي هو مش هشتري انسان، فاشتري حاجة غير عاقل، فاقول هاو ماتش از ات. لو انا مثلا بسأل على الباندا فنقول هاو ماتش از ات، او ممكن نقول هاو ماتش از ا بان، is the pen، فمكتوب عليه 2 جنيه مثلا هقول it is 2 pounds. لكن لو انا بسأل عن الاثنين دول فاقول how much are they او are the pens، هنقول نجاوب طبعا بنرد بنقول they are مثلا 10، او السعر اللي هو هيبيعه بيه they are 10 pounds. يبقى السؤال لو في البلورال في السنجلر يعني في المفرد برد في السنجلر، ولو بالجمع برد بالجمع. فموجود عندي how much are they، رد وقال they are، عشان هو بيسأل على 2 pies، 2 pies يعني 2 من فطائر الايه التفاح. قال له they are 10 pounds each، يعني كل واحده، كل واحده بايه ب 10 جنيهات. كلمه each هو جاوب طبعا ب they are، ب they are عشان هو اللي هي they are، يعني they are احنا بننطقها كده. how much are they، قال له they are 10 pounds each يعني الواحده ب 10 جنيه. قال له Oh, that's too expensive. That's too expensive. يعني هذا غالي جدا. That's that يعني هو بيتكلم كلمة that عايد على السعر اللي هو بيتكلم عنه أو البرايس اللي هو الشخص اللي هو قال له عليه بيكر الفلوس يعني. قال له that's too too يعني جدا لدرجة أن مش أنا هقدر I can't مثلا buy it، مش هقدر أشتريها. فقال له too expensive يعني that's too expensive يعني ده غالي جدا. How much are the peach pie؟ رد دلوقتي وبيسألوا على تمن حاجة تانية. هو that's too expensive بيدي الايه الريفيوز اللي هو رفض السعر الاولاني، فهو مش موافق عليه، فبيسأل على تمن السعر اللي هي البيتش باي، فبرضه بيسأل على اكتر من واحدة، فبيقول له how much are the peach pies، او ممكن يقول يشاور عليها ويقول له how much are they، قال له they are 5 pounds each يعني الواحدة بخمس جنيهات. بعد كده قال okay I'll take one، ايل ايل اللي هي دبل ال دي يعني اختصار ابريفيشن لويل دبليو ار اي ال ال، هي اسمها ايل كده ايل تاك وان يعني انا هاخد ايه واحده. قال جريت ايل جيت ا فريش باي فور يو، جريت جريت يعني عظيم كويس يعني، ايل جيت ا فريش يعني انا هجيب لك واحده فريش باي فور يو طازه. يبقى ايل هو طبعا قال له ايل تاك وان انا هاخد واحده، فهو هيروح يجيبها لان حاجه اسمها كويك ديسيجن. يعني ايه كويك ديسيجن؟ يعني قرار سريع، فهو رايح يلبي له الخطوه دي دلوقتي حالا فهيروح يجيبها. اسمه الفيوتشر سامبل باي يوزنج ويل بلس انفينيتيف، يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ هو دلوقتي قال ايل يعني انا لسه هاخده، هو خد القرار اسمه كويك ديسيجن، يعني هو عرض عليه السجيشن بتاعه الاقتراح اللي هو على على الابل باي، فهو طبعا رد وقال له على السعر، فقال له ذاتس تو اكسبنسيف، فسال هاو ماتش ار ذا بيتش باي، ذا بيتش بايز اللي هو ثمنها قد ايه؟ فقال له ايل تيك وان، رد عليه طبعا قال له is 5 pounds each، قال له I'll take one يعني هو قرر دلوقتي اللي هو ياخد اللي هي واحده. I'll كلمه well يعني انا دلوقتي انت رايح حد من صحابك بيقول لك هتاخد بيعرض عليك مثلا عايز الريد بان ولا البلاك بان، فانت خدته دلوقتي قرار سريع، انت لسه ما خدتهوش بس هتاخده لسه، فبتقول I'll take these اوكي او اي لايك ذيس اي لايك او اي لايك ذيس مثلا، يعني انا هاخد ده او اي تيك ذيس او اي جيت ذس، فاخد قرار سريع بستخدم فيها ويل بلس انفينيتيف. فهو راح طبعا عشان يجيب له اللي هي الباي بتاعته، فايل اي جيت ا فريش وان فور يو او اي جيت ا فريش باي فور يو، يعني هجيب لك اللي هي باي فطيره حالا اللي هي تكون طازجه، كلمه فريش يعني طازجه. اوكي افتر ذات عندي فوكابلري، الفوكابلري اللي هي الكلمات الجديدة. عندي كلمة باي، احنا كلنا عارفين طبعا اللي هي الباي، باي يعني الفطيرة، الفطيرة بتختلف الأطعم بتاعتها، ليمون، بيتش، ستروبيري، تشيري، أي حاجة بس بيقولوا الطعم قبلها أو الفاكهة قبلها مثلا، تشيري باي أو أبل باي. بعديها بيتش باي، دلوقتي دخلنا على النوع بتاعها بيتش باي. تشيري، تشيري اللي هو كايند اوف فروت، نوع من انواع الفروت. ليمون، ليمون طبعا عارفين الليمون. ابل اللي هو التفاح، وفي بيتش، بيتش اللي هو الخوخ. افتر ذات في ليمون كاكس، ايه الليمون كاكس اللي هو من البسكوت، البسكوت يعني حاجه من انواع اللي هو اسمه كوكس اصلا من البيكتشر من الصوره بتاعتنا
اللي موجوده عندي هي معرفه الشكل كوكس، كوكس عارفينها اللي هو كايند اوف بسكتس اللي هو البسكويت يعني. الليمون كوكس اللي هي برضو الليمون كوكس بنوع من انواع اللي هو بطعم الليمون يعني. بعد كده عندي تشوكلت شاب كوكيز، يعني تشوكلت التشوكلت اللي هي شوكولاته، وتشاب تشاب اللي هي شرائح او موجود عليها يعني شرائح من الشوكولاته، وكوكيز كوكيز اللي هي البسكتس دي البسكوته. فاقول تشوكلت شاب كوكيز يعني شوكولاته اللي هي كوكيز بطعم الشوكولاته. بينات بادر، بينات اللي هو الفول السوداني، وكلمه بادر دايما الدبل تي بنطقهم دي هي، او ما اعمل ستريس عليها اقول باتر او بادر، بادر اللي هي الزبده، وبادر طبعا اللي هي الزبده العاديه. فور اكزامبل اقول لك اي لايك ساندويتش اوف جام اند بادر، يعني او اللي هو بالمربى والزبده، كلمه بادر اللي هي الزبده بينات بادر. بيستر، بيستر يعني اللي هو القرش، كلمة بيستر القرش. فور اكزامبل اقول 50 بيستر، لكن هنا اسمها باوند، باوند اللي هو الجنيه المصري، يقول لك ذا ايجيبشن باوند يعني الجنيه المصري. بيستر زي ما احنا شايفين بيستر اللي هو شكل القرش يعني، بس مش شكل نص جنيه، وبعديها الجنيه اللي هو باوند. نيجي بقى على بيكر، اصلا بيك 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 لغاية الاي بمعنى يخبز. اقول لك ماي مام بيكس مثلا بريد، يعني بتخبز البريد. او فور اكزامبل هناخد الفرق في جمله واحده على الفرق بين بيكر وبيك وبيك وبيكري. نقول ذا بيكر، ذا بيكر اللي هو سام وان ايه وركس ان ذا بيكري، يعني بيشتغل في الايه في المخبز اللي هو بيخبز ذات نفسه. نقول ذا بيكر بيكس مثلا بريد ات ذا بيكري، يعني انا دلوقتي اخد الفرق في المعنى. ذا بيكر البيكر اللي هو خباز، بيكس بيكس حطيت لها اس عشان انا بتكلم في البريزنت سامبل. ذا بيكر بيكس يعني يخبز، ذا بيكس ايه بيخبز ايه بريد او كيكس او باي اي حاجه. ات ذا بيكري، ات ذا بيكري يعني في المخبز. دلوقتي خدت الاختلاف بين بيكر بيك يعني يخبز، حطيت لها ار بقت بيكر يعني خباز، وبيكري الاسم اللي هو مخبز، يبقى بيكر الخباز وبيكري المخبز. بعد كده عندي الاكتيفيتيز بقى، هندخل على الحاجات اللي احنا بنعملها الفيربس. اول حاجه هيلب، هيلب يعني يساعد، وخدناها قبل كده يعني يساعد، وخدناها برضو في ثانكس فور يور هيلب في الكونفرتيشن تايم في ات ذا ميوزيوم اللي هو في المتحف في هيلب، لكن هي كيساعد كفيرب بمعنى يساعد، وده فعل ريجولر يعني اخره اي دي، يبقى هيلب هيلبت. باي ده irregular، irregular يعني فعل غير منتظم معناها يشتري. باي بتبقى بوت، باي بوت زي كاتش كوت ثينك ثوت، يعني دي افعال اسمها irregular، يعني irregular غير منتظمه شكلها بيتغير خالص. نقول اي بوت ان ابل باي يسترداي، انا اشتريت ابل باي امبارح. لكن لو انا هشتري بتكلم في البريزنت سامبل، انا متعود كل يوم ان انا اشتري كوكيز، اقول اي باي تشوكليت شاب كوكيز افري داي اللي احنا خدناها النهارده كلمه تشوكليت شاب كوكيز، يبقى باي بتبقى بوت. بعد كده عندي لانجوج فانكشن الاوفرنج هيلب، ازاي يعني ايه الاوفرنج هيلب؟ يعني بتعرض المساعده. كان اي هيلب يو، لو انت شايف شخص ما عايز يطلب منك حاجه او جاي، دايما بتتالف اللي في الشوبس اي اسيستنت، اي اللي هو اسيستنت يعني مساعد في محل، بيقول للشخص او الكاستمر اللي جاي له بيقول له كان اي هيلب يو، ممكن اساعدك؟ قال له يس بليز، يس بليز، انت اكيد رايح المحل عشان تاخد حاجه فتقول له يس بليز. الابولوجي، ابولوجي يعني الاعتذار، يعني انت بتعتذر. هو دلوقتي اما اقول له ايه، اما قال له مثلا على what kinds of pie اللي انتوا عندكم، do you have any cherry pies، do you have any cherry pies، فقال له sorry we are out of cherry pies. يعني ايه ده؟ بيدل على الابولوجي، يعني الابولوجي الاعتذار، بيعتذر اللي هو مش عنده اللي هي التشيري باي. فقال له do you have any cherry pies، قال له sorry we are out of cherry pies، يعني احنا خلصنا او انهينا او خلصت يعني باعها خلاص اللي هي التشيري باي. يبقى فيرب تو بي ام او از او ار بلس اوت اوف بلس الحاجه اللي انت خلصتها. اوكي بعد كده عندي اللي هو الاجرينج، يعني ايه اجرينج؟ الموافقه.
قال له اوكي I'll take one. اما هو رد وقال له how much are the peach pie. قال له they are 5 pounds each, يعني واحده 5 جنيه. فقال له I'll take one, يعني هو وافق السعر. السعر هو agreeing, يعني agreeing موافقه على السعر. فقال له I'll take one, يعني انا هاخد واحده. اوكي دلوقتي معانا كول, معانا تليفون. هلو هلو, أنا عندي سؤال. اتفضل. مش الأول تقول how are you, تقول greeting, مش تسلم علينا الأول يا محمد؟ انت منين يا محمد؟ أنا من القاهرة. أهلا بيك يا محمد. عندك do you have any questions, عندك أي أسئلة؟ أيوة عندي سؤال. اتفضل, إيه السؤال بتاعك يا محمد؟ سؤال تركيب. What؟ ممكن نطلب من كنترول يعلينا الصوت شوية بعد إذنكم؟ اتفضل. ري أرينج. أوكي أقول؟ اتفضل. ذا يا وسبيشال سبيشال و محمد ممكن توطي التلفزيون شوية وتسمع من التليفون؟ اوكي يبقى ذا ومكتوب سبيشال. وفي ايه كمان؟ وات از واز تاني از ابوستروف اس بقى ابوستروف اس. ايوه وريستورانت ريستورانت 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 وتشيكن. وايه؟ ريستورانت وتشيكن تشيكن. اه انت شايفنا على الشاشه دلوقتي, انت كده انا كاتبه ذا وسبيشال وايز وابصرف اس وريستورانت وتشيكن. ايوه اوكي. المفروض في توداي او ممكن نقول ذا سبيشالز سبيشالز او ذا ريستورانت سبيشال ذا ريستورانت. ايوه وابوستروف اس دي عايده على الريستورانت اللي هو قصده اللي هي توداي. مش احنا خدنا سؤال واتس توداي سبيشال, يعني ما الطبق الرئيسي لديكم؟ فهنا انا هسال, هجيب كلمه ريستورانت مكان كلمه ايه توداي, لان ابوستروف اس اللي كلمه سبيشال عايده على الايه, عايده على الطعم الطبق الرئيسي بتاع الايه بتاع المطعم. فاقول ذا ريستورانت سبيشال, يعني هنا قصدي البليت الطبق الرئيسي المين دش عنده از تشيكن. فاهمني؟ فاهم يا محمد؟ هو انا جبت سبيشال في الاول هيبقى غلط؟ لا, سبيشال دي ادجكتيف, صفه بتيجي بعد ما توصف الحاجه. وما فيش حاجه اسمها اقول ذا سبيشال ريستورانت, لا انا بوصف بقول الطبق اللي هو الطبق الخاص لدى المطعم. فاقول ذا سبيشال ذا ريستورانت سبيشالز, يبقى ريستورانت الابوستروف اس. دايما الابوستروف اس اللي بتيجي لازم تيجي مع ناون, مع اسم, فما ينفعش اجيبها مع صفه, مع ادجكتيف خالص. ما ينفعش اجيبها مع صفه, ما ينفعش نقول ذا سبيشالز. اوكي يبقى نقول ممكن نقول ذا ريستورانتس ريستورانتس سبيشال از تشيكن. هنا قصده اللي هو ذا توداي سبيشال. واتس توداي سبيشال يعني الطبق الرئيسي. فاحنا شلنا كلمه ريستورانت, شلنا كلمه توداي اللي هو ممكن واتس توداي سبيشال, وحطينا مكانها ريستورانت. دو يو اندرستاند محمد؟ ايوه. اوكي ثانك يو. دو يو هاف اني كويستشنز؟ أيوة. Do you have عندك أي أسئلة تانية؟ لا شكرا. Thank you محمد. أوكي دلوقتي عندي اللي هي نكمل اللي هي agreeing, يعني agreeing الموافقة. قال أوكي I'll take one. Great I'll get a fresh pie for you, يعني I'll get a fresh pie for you, يعني أنا هجيب لك واحدة fresh يعني طازجة. يا I'll get أو I'll have, هو ممكن نقول له I'll have, هو اللي هياخد فهقول I'll have that. ممكن يشيل بدل كلمة take يقول I'll have that, يعني أنا هاخد ده. أوكي نيجي بعد كده على opposites. يعني إيه opposites؟ يعني كلمة وعكسها, الكلمة وعكسها أو الصفة وعكسها, اللي هو كل اسم فيه اسم بيكون ليه عكس, وفي اللي هي الأدجكتيف الصفات بيكون ليها أبزت. احنا علينا السنة دي مجموعة من الصفات زي هات عكسها ايه الأبزت بتاع called happy عكسها sad أو scared أو bored. في كمان اللي هو مثلا اللي احنا هناخد كلمة expensive خدناها النهاردة, يعني expensive قالوا that's too expensive, يعني ايه that's too expensive؟ يعني ده غالي جدا لدرجة I can't buy it, يعني
انا مش هقدر اشتريه. يبقى كلمه تو تو بلس الادجكتيف، يعني ايه ادجكتيف؟ يعني بلس الصفه، يعني بتدل على الحاجه اللي انا مش هقدر اعملها. اي كانت دو ات، اي انا اي دونت هاف ability تو دو ذات. يعني ايه اللي انا بقوله كل ده؟ يعني انا ما عنديش مقدره ان انا اشتريه. فور اكزامبل، المكان ده برد جدا لدرجه ان انا مش قادره اقعد فيه. انا اقول ذاتس تو كولد، I can't sit in it in، يعني أي مش هقدر أقعد فيه. أو مثلا أقول that's too expensive، يعني هذا غالي على dress، مثلا فستان أو جاكيت مكتوب عليه $100، فبقول that's too expensive I can't buy it. ندخل بقى على ال opposite. عندي كلمة cheap، cheap يعني رخيص، cheap cheap يعني رخيص، في فرق في النطق. وفي كلمة cheap اللي احنا عارفينها طبعا، sheep اللي هو الخروف، SHEEP بي معناها اللي هي خروف، لكن cheap يعني رخيص. زي ما احنا شايفين اللي عليه 20 pounds ده، نقول they are. ليه بقول they are؟ عشان ده jeans، والجينز ده بيرز. يعني ايه بيرز؟ بتلبس فردتين. اي ما ينفعش طبعا تلبس فرد من غير الثانيه. هو لا، اي حاجه كابل او بير، زي الشوز وزي الساكس وزي الشورت، ما ينفعش تلبس واحده. فعشان كده انا بقول they are cheap. لكن التانيين هنقول they are expensive. expensive يعني غاليين. بعد كده عندي go come. go يعني يذهب، يذهب، وكلمة come يعني يأتي. sell يعني يبيع، وباي يعني يشتري. sell نقول مثلا this woman sells the watch، بتبيع الايه؟ الساعة. اوكي، والتاني and the other woman buys it، يعني ايه buys it؟ والست السيدة التانية اشترتها. يبقى sell يعني يبيع، وباي يعني يشتري. ندخل على structure اللي عندي، على how much، وشرحناها اثناء الكونفرزيشن. how much بمعنى كم الثمن، يعني كم الكمية. في فرق بين how much وقلناها أكتر من مرة. لو هي بيجي وراها اللي هي uncountable noun، نقول لك how much juice do you have، how much مثلا apple pie do you have، أو did you eat. أوكي، لكن دلوقتي أنا بسأل عن الثمن، بقول how much are the apple pies، يعني كم ثمن الايه الابل بايز. قالوا they are 3 pounds each. هنا رديت they are عشان هو بيسأل على apple pies، يعني كتير. لكن لو ابل باي واحده نقول how much is the apple pie، هنقول it is. هنا how much are the apple pies، they are 3 pounds each. what kinds، what kinds of يعني ما انواع. what kinds of pie do you have، ما انواع الفطائر do you have. اوكي، يبقى كلمه what kinds يعني ما انواع، مش شرط تتقال على البايز، ممكن بتسال على انواع اي حاجه. يعني رايح انت تشتري اي anything، فبتقول what kinds of these، ما انواع دول مثلا. do you have، اي شيء انت رايح تشتري. قالوا we have، we رد بوي بوي ليه؟ لان هو بيرد على الستاف اللي في المحل كده، او اللي موجود في المحل. فاقول we، وطبعا have عايدة عشان الفيرب do، do هو سأل بدو في present simple. فقالوا we have apple، احنا عندنا apple، عندنا lemon and a peach. we have apple ولمون and peach، peach اللي هو الخوخ. اليس اور نو كويستشن، كلمة دو بلس السبجكت بلس هاف بلس اني، اني دايما تيجي في كويستشن. فور اكزامبل، انا بسألك، مش شرط السؤال ده يكون على البيكري بس، ممكن تسأل على اي حاجة. انا بسألك انت دو يو هاف مثلا اني بانز، انت معاك بانز، اني بانز، هتقول اي هاف سام، او اي هاف سام يعني انا عندي سام، البعض يعني. اقول لك دو يو هاف مثلا اني بايكس، هتقول اي هاف I have one، انا عندي ايه؟ one. يبقى do plus subject plus have plus any. do you have any cherry pies؟ قال له ايه؟ yes we have. دلوقتي احنا خدنا finished و finished، خلصنا خلاص اللي هي الحلقه الكونفرزيشن تايم. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا النهارده بحلقه النهارده الكونفرزيشن تايم، وتابعوا معانا الحلقات الجايه next Tuesday from 3 to half past 3. thank you and goodbye.